السيد ابراهيم، السيد عمار كلمنا على مساله الاحتفال والمامونيه الحلبيه، وكمان يا امام الرسل، امام الرسل كان مشهور قوي السيد حسن حفار. فاكر انا مع السيد حسن حفار الله يرحمه عمل حفله في باريس، نعم، وقال فيها يا امام الرسل، واحد المساعدين له في الانشاد قام يدف على الدف من شدة إحساسه كأنه هيطير. نعم يا سيدي. صح. والناس بيعمل الحفلة دي في باريس والناس طايرين فرح بحضرة النبي وجمال حضرة النبي. احنا رحنا البيت وأكلنا المأمونية، هناكل المأمونية إن شاء الله، وأكلنا المأمونية مع السيد عمار. في المدرسة نعمل إيه بقى؟ في المدرسة في عندك ذكريات في المدرسة مع في المدرسة كان يزينوا المدارس، بيزينوها بيزينوا المدارس زي رمضان عندنا كده أكثر من المدارس. نحن تقريبا الاحتفالات بمولد النبوي الشريف عندنا في المدارس كانت مميزة أكثر من الأعياد الرسمية، أكثر من كل شيء. أنت عارف حضرتك ده معناه إن المسلمين فاهمين يعني إيه مولد جدا، لأن لما بيجي الشخص يحتفل بأكبر قيمة عنده في حياته وهو حضرة النبي، أكبر قيمة إنسانية عندنا في حياتنا هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كامل الأوصاف وكامل الأنوار. أنا كنت اتكلمت عملت برنامج اسمه كامل الأنوار، حضرة النبي كامل الأنوار. نعم يا سيدي. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تعلم الطفل في المدرسة أو حتى الصبي في المدرسة أو حتى الشاب في المدرسة إن هو عنده حضرة النبي، إن هو ما يعرفش الوحدة، ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرة النبي بأبي وهو أمي قال اشتقت لإخواني. فلما أعلم أولادنا إن هو اشتقت لإخواني ونسمع سنشد عضدك بأخيك، فيعرف إن هو لو فقد حد، لو فقد أنيس، لو فقد جليس، لو فقد أي حد، فعنده حضرة النبي يستند عليه. يا عالجمال. فلما الطفل والصبي يتعلم هذا المعنى دي حاجة رائعة. فكونك انت بقى بتحط الكلام ده في الزينة، ده عيد بقى. نعم صحيح. وأخوي ولد بشهر ربيع الأنوار. يا نهار أنوار. ايه الجمال ده. سماه عمار ربيع أحمد. والله هو مسجل في البطاقه عمار ربيع. يا سلام. انا فاكرك دلوقتي. يا يعني انتوا كان انتوا ما اعرفش ان انتوا لسه الاسماء المركبه موجوده في كانت لسه الاسماء الموجوده. السلام والدي سماه عمار ربيع. ما شاء الله، يعني اسماء المركبه موجوده عمار ربيع. نعم سيدي. يا سلام. اسم المركب عمار ربيع نسبه. اول مره اعرف، انت ما قلتليش الكلام ده. اول مره اعرف الكلام الحلو ده. هذا كلام السر الجميل. هذا كلام مهم دلوقتي حقيقه. من محبه رسول الله والدي تيمنا وجاء بشهر ربيع. الله الله. طيب في المدرسه بتزينوا؟ نعم نعم. كان زمان عندكم في انشاد كده في عندنا في سوريا وفي في يعني في الشام وكمان وفي العراق، زينوا الحرم. الحرم لينا. نعم. فحضرتك بتقول زينا المدرسه. عمل بعد ما زينا المدرسه عملنا ايه؟ كان من الاولاد احيانا والداتهم يعني امهاتهم تعطيهم اكياس فيها ملبس وفي سكاكر وملبس سكاكر وتوفي والاشياء هي مشان يوزعوها على المدرسه، يعني الاولاد يوزعوا على بعض طبعا مشان يشعروا كلهم في البهجه. يا سلام. كمان كانوا في بعض الاحيان يعني يطلعوا ينشدوا بالصف. الاولاد في الصف. في الصف ولا في طابور الصباح؟ لا بالصف. في الصف. بالصف مشان يساووا مثل حفلات متقطعه. ده كان في حلب ولا في كل؟ لا هذا بالنسبه انا بعرف في حلب هذا كان موجود. انا بالمدرسه كنت شفته بعيني يعني. ده عشان كده بقى اصوات الحلبيين اصوات بديعه قوي 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 قوي. نعم. ففي الفصل انتوا بتوزعوا الحلويات على بعض والاولاد عارفين ان دوت الحلب بتاعت حضره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا طبعا. وبيذكروا من شماله الله يرضى عنه. حضرتك فاكر كنتوا بتقولوا لبعض ايه لما كنتوا بتدوا الحلب لبعض في المولد؟ يعني كان اكثر شيء يوصفونا الانسه يعني المدرسه يعني. أيوة. تحكي لنا عن صفاته، شلون كان يعامل الصبيان. الله. شلون كان مع المساكين. فاكر حاجه قالتها الانسه وانت فاكرها من ايام المدرسه؟ الله شغله هيك معينه بالضبط لا الصراحه لا، بس كثير كان ياكدوا علينا على محبه رسول الله. الله. وانه هو الحقيقه هو باب الوصول لله عز وجل، ونحن صغار كان يعلمونا هالكلام. طيب في حاجة كنت فاكرها يعني أو حاجة كنت في أهل الشام وأهل حلب طبعاً
بيحبوا يسمعوها من الانشاد في هذا الوقت في المولد. الاخوه في فرقه كبيره بالشام في دمشق اسمها فرقه الاخوه ابو شعب، طبعا طالعوا انشوده رائعه جدا. بدايه الانشوده بقول هم الليله عندكم عيد، هي دي هم اللي عملوها؟ هم اللي انشأوها؟ هم على ما اظن يعني، بس انا ولا هي دي تراث حلبي؟ هلا هي اصلا حلبي اللي اصلا دمشقي مالي متاكد، بس هن ابدعوا فيها، هن اخوه ست اخوه بتحبها، بتحبوا تسمعوها دي؟ طبعا اكيد. طب ما نسمعها من الشيخ محمود بقى والله، يلا نرجع تاني. يلا الله يبارك فيك.